مشاهدي قناة شوف تيفي، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. وكيف ما كتشاهدوا معنا شاطئ عند جابعة عامر تزامنا مع عطلة نهاية الاسبوع، يعني الناس خارجين كزاويين كيستعدوا الوقت الافطار، يعني كاين اللي كيجيب الفطور ديالو كيفطر في البحر، كاين الشباب اللي كيلعبوا كوتشو بالرياضة ديالهم. انتم كيف ما كتشاهدوا معنا شوفوا تبارك الله الاجواء كيفاش دايره، اجواء زوينه بزاف، يعني كاين واحد الكالم هنايا، يعني مزيان ان الانسان مره يخرج شويه يبدل الجو ويخرج من داك الضغطه ديال الاسبوع. انتم كتشاهدوا معنا هذا شاطئ عين جاب، انتم كتشاهدوا معنا مشاهدينا الاجواء صراحه اجواء زوينه هنا بالشاطئ عند جاب. كاين واحد لو كالب، الناس خارجين كيستمتعوا بزاف ديال الامور. شوفوا معنا الشباب يلاه كيجيو كيلتحقوا دابا كيلعبوا كره، تيديروا الرياضه ديالهم في الهواء الطلق، يعني كل واحد شنو كيستمتع. كاين اللي غير كيجلس كيبقى يتامل، كاين يعني الشميشه هكا يشوف له يشم هواء نقي، يعني مزيان ان الانسان يخرج شويه من ديك لا روتين ديال لا سيمين باش يحسوا بان استثنائي. كتشاهدوا معنا مشاهدينا وبزاف ديال الناس كيعجبهم يفطروا في البحر، كيهبطوا البحر هكا جماعتان، يجيو هما وصحابهم والعائله ديالهم وتيهبطوا للبحر تيفطروا، دونك حتى هي شي حاجه اللي زوينه بزاف. انتم كيف ما كتشاهدوا معنا مشاهدي قناه شوف تيفي، لا بلوبار ديال الناس اللي كاينين هنا اليوم كلهم تيديروا السبور ولا تيوجدوا الفطور، يعني كل واحد شنو كيدير هنا بشاطئ عين جاب. كتشاهدوا معنا مشاهدينا صراحة أجواء زوينة ديال الإنسان أنه يخرج يبدل الجو مزيان. انتوما كتشاهدوا كيفاش دايرة تزامنا مع عطلة نهاية الأسبوع، يعني في لا سومين راه كتكون الدنيا خاوية ولكن دابا مع الويكاند الطريق شوية عامرة والناس كيخرجوا تيفضلوا أنهم يخرجوا ويبدلوا الجو. الشارع في عين جاب راه عامر كيف ما كتشاهدوا معنا، الشوارع عامره دونك بزاف ديال الناس خارجين مع اقتراب موعد الافطار. وهنا مشاهدي وتابعي قناه شوف تيفي كنكون وصلنا لنهايه هذا البث، كنشكركم على حسن المتابعه، كنتمنى ان شاء الله هذا النهار ولا ما تبقى من اليوم يدوز عندكم باحسن الاحوال، كنتمنى لكم ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه، مبروك عليكم ان شاء الله هذه العواشر وفطور سهل، والسلام عليكم.